مناقشتنا لهذا العام تتعلق بالقيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي. إذا نحن بدءاً نتحدث عن افتراض وجود دور برلماني دولي متكامل متعاضد ومحل إجماع تجاه قضايا الإنسان وحقوقه، ونحن أيضاً نتحدث عن عنوانين عريضين يتعلقان بالسلام والتنمية، فلا تنمية دون استقرار وسلام، ولا سلام دائم دون تنمية وازدهار ورفاه. أما الجزء الأخير من عنوان مناقشتنا فيتحدث عن عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، أي عن العصر الذي يتعرف فيه الإنسان عن الآخر المختلف، وهو تعرف يفترض أن يؤدي إلى معرفة وتفهم ووعي بقصد التفاعل والتكامل. وسؤالي هنا، هل تلك الأضلاع الثلاثة لعنوان مناقشتنا تسير في هذا العالم المضطرب والقلق بشكل إيجابي وبشكل يدعو إلى التفاؤل؟ هل هناك قيادة برلمانية دولية إجماعية تقف كرادع أخلاقي ضد كل منتهكي حقوق الإنسان في العالم؟ هل شروط استدامة التنمية والسلام متوفرة بشكل عادل في كل مناطق الاحتراب والصراع والتوتر في العالم، وخاصة تلك المزمنة منها والقديمة؟ وسؤالي الأخير، هل نحن في عصر التغير التكنولوجي أقل توحشاً وعدوانية وتوجساً من الآخر وأكثر إنسانية وأخلاقية؟ أنا أدعو كل الأحرار في هذه القاعة وممثلي شعوب العالم إلى النظر في أي ملف صراع مزمن في العالم، ليروا كيف أن الأمور لا تسير بشكل يتلائم مع تقدم الإنسان وتحضره المفترض.